موعد جديد نفسح من خلاله المجال لكل الطاقات والإبداعات الشبابية في مجال الاكتشاف وكذلك الاختراعات العلمية. فضلنا نذكر مفتوح لكل شاب أو شابة صاحب مشروع أو صاحبة مشروع أو اختراع أو اكتشاف. نشجعكم باش تحضروا بحضنا في الاستوديو باش تقدموا مشاريعكم وتعرفونا بها. تنجموا تتصلوا بنا عبر سكايب، عنوان الخاص بنا هو راديو نقطة سفاكس. اليوم في حصتنا نستضيف الشاب أحمد دريرة، تقني سامي في الهندسة الميكانيكية، صاحب مشروع متمثل في إنتاجية السيفونات أو خليني أقول أكسسوارات الخاصة بالمواد الصحية. نستضيف أيضا الشاب أحمد زكريا مامي من تونس العاصمة باش يكون معنا بالهاتف. أحمد صاحب اختراع متمثل في غواصة تحت الماء وكذلك فوق الماء، أيضا اختراع فريد من نوعه باش نكتشفوه باش نتعرف عليه من خلال إذا كما قلت استضافة أحمد زكريا مامي عبر الهاتف. لكن أحمد الجزيرة موجود بحضنا في الأستوديو، بعد شوية باش نتعرف عليه وباش يعرفنا كذلك بالمشروع اللي المشروع اللي قام به، والحقيقة هو مشروع كذلك فيه خصوصية متميزة. أحمد دريرة بعد شوية باش يكون ضيفنا الأول في حصتنا اليوم من شباب وإبداع. نقدم لكم تحية الفريق اللي أمن هذا البث المباشر، محمد العبد على كونسولي ستوديو 7، منعم جمل في القاعة الفنية، حبيب العقربي في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات، سهام السربيجي في المتابعة الإذاعية. معكم من أمام ميكروفون ستوديو 7 أنس رباعي في تعويض استثنائي للزميلة سماح الرنان. البداية باش تكون بالأنغام والإيقاعات، باش نبداو بالإيقاعات الغربية. ريكي مارتن يغني من تونس العاصمة، هو يسمع فينا توا عبر شبكة الإنترنت، وجه له تحية. بعد شوية باش نكلموك بالتليفون يا أحمد، نسمع النغم ثم نرجع. لو فاكر لطيفة العرفاوي 47 دقيقة، كما قلت ضيفنا ثاني في حصتنا اليوم من شباب وإبداع هو الشاب أحمد زكريا مامي من تونس العاصمة، صاحب اختراع متمثل في غواصة تحت الماء وكذلك فوق الماء. كما قلت هو اختراع وابتكار فريد من نوعه. الغواصة هذه ولا المركب الغواص يجمع بين زوز خصائص، ركوب البحر وكذلك الغوص في أعماقه، يعني نجمو نمشيو عليه نمشيو بيه على البحر وكذلك في أعماق البحر. باش نفسح المجال الآن لأحمد زكريا مامي حتى يغوص بنا ربما في تفاصيل هذا المشروع. مساء الخير يا أحمد، مرحبا بيك. أهلا عسلامة، أهلا وسهلا بيك في شباب وإبداع. انت ضيفنا الثاني اليوم في حصتنا، تسمع فينا على www.radiotunisien.in. ايوه كذلك. اي كيفاش لقيت الاجواء الخاصه باذاعه صفاقس؟ هاي على الاخر. مرحبا بيك وانسنا برشا. انت كملت القرايه نتاعك؟ اي وتوا تخدم في مؤسسه ماليه؟ كذلك. نمشيو توا للمشروع والسؤال التقليدي خليني نقول، الفكره نتاع المشروع والبدايه نتاع فكره المشروع كيفاش جاتك و يعني بدايه المشروع كيفاش كانت؟ الفكره جات بسيطه ياسر، هي من مشاهدتي خليني نقول الجيت سكي في البحر، فكرت باش نزيد نطور فيها ونخليها تغوص في الاعماق، كما واحد ما يمشي فيها فوق البحر زاد تحت الماء، فما تطورت في الناحيه هذيك وزدتها خصائص تقنيه بالنسبه للغواصه باش ولات نجم واحد يستعملها تحت الماء. نعم. خليني اقول انه المثال الهندسي الخاص ب الابتكار نتاعك مرسم ب انوربي تحت عدد 23 هكا وبتاريخ 4 فيفري 2010. بالضبط. يعني ما عندكش برشا من اللي
يعني لا 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 الفكره بالفعل هي تجسدت وترسمت على الاوراق مؤخرا في فيفري. ايوه. وطلبتها وقدمت عريضه للحصول على براءه اختراع. بما انها فريده من نوعها لان الغواصات المعروفه عنهم كلهم يحتوي في وسطهم العقيد، بينما هذه لا يركبوا يركب فوق منها معناتها شخص يتجول فوق معناتها فوق الغواصه، وهذه فكره فريده من نوعها في حد ذاتها. فهمتك يعني وكيف يركب في الغواصه هذه وربما يغوص بها تحت الماء، هل ترى ما فماش مشاكل يعني يمشي بأريحية نتصور؟ نظريا اي خاطر مش باش يقعد يركب كيما كيما في معناتها قاعد ممتد، وباش يبدا فوق المركبة ممتد وقدام وحاجز باللوري حيث انه ما الماء ما يدفعوش للخلف حتى ولا فما حتى مشكل نظريا وحتى على تطبيق نجم كده ما فيها حتى شيء. لكن بطبيعة الملاح ولا السائق نتاع الغواصة لازم يكون مجهز بالأكسجين وهكا ولا؟ أي هذا هو الفرق ما بين الغواصة بالمفهوم التقليدي الكلمة وبال